مساء الخير يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا معاكم عبد الرحمن احمد من شركه نيو ستارت، ودلوقتي انا جاي اصور لكم الكومباوند ازار 1 موجود في جولدن سكوير، وفي نفس الوقت برضو نعرف تفاصيل عن مشروع ازار 2 اللي برضو موجود في جولدن سكوير. كملوا الفيديو وهتعرفوا كل التفاصيل الخاصه بازار 1 وازار 2. نتكلم الاول مين الشركه المالكه. الشركه المالكه شركه ريدي جروب. الشركه دي من اقدم الشركات الموجوده في السوق المصري. هي اصلا تخصص الشركه كان في مستحضرات التجميل. دخلت في سوق 2016 كشركه عقارات مصريه. اول مشروع انا فيزيته كان مشروع ازار 1 اللي هو موجود في جولدن سكوير، بعد سوديك فيليتا على طول، كومباوند ساكن في بعض الاسر عايشين دلوقتي. غير ان الشركه نفذت المشروع ازار 1 قبل ميعاده بسنه بالظبط. غير ان المشروع مش كبير، مشروع 25 فدان كله فيلل بس، ودي ميزه كويسه ان ده كومباوند دبل جيتد كوميونتي، مشروع مش كبير كله فيلل، فمفيش زحمه في المشروع خالص. في نفس الوقت المشروع دلوقتي في منطقه كوميرشال اريا على الطريق بره، فيها مطاعم وكافيهات وفيها كلاب هاوس، غير برده الخمسه فدان البارك الموجوده جوه، ودي تحت الانشاء دلوقتي وقدامها سنه بالكتير وتكون خلصانه بالكامل. تمام، هنروح شويه مشروع ازار 2. المشروع موجود في جولدن سكوير. زي ما احنا عارفين منطقه الجولدن سكوير منطقه كلها كومباوندز بس، ما فيهاش اعمال سكنيه، غير ان المنطقه دي كلها عايشه دلوقتي، فيها كومباوند ساكنه، فيها خدمات شغاله، بلس ان احنا المشروع بتاعنا ازار 2 يعتبر من احلى اللوكيشن اللي في جولدن سكوير، لان هو جنبه كومباوند ساكنه. احنا بالظبط جنبنا على طول كومباوند ليان سابور، وبعدين على طول كومباوند بي كي 2 بالم هيلز اطميه بي كي 2، وبعديه على طول كومباوند المراسم. بيننا وبين السوق الشرقي بتاع رحاب بنتكلم في حوالي كيلو، وبيننا وبين بابا 23 و24 بنتكلم برده في حوالي كيلو. فانا النهارده قريب جدا للخدمات، قريب لكل حاجه حواليا، غير ان انا المنطقه اللي انا موجود فيها يعتبر اللوكيشن الاخير دلوقتي من ناحيه ان انا مكان حواليا كومباوند عايشه. لو هنتكلم على الماستر بلان، هو المشروع مساحته 72 فدان، مشروع فيلل بس، عباره عن تاون هاوسز وتوين وستاند الون، عدد الوحدات مش كتيره، بلس ان الشركه دي واخده الارض كلها كاش، يعني ما عليهاش فلوس للبلد. فانا النهارده ضامن ان انا الشركه دي هتسلمني وحدتي في الميعاد بالظبط، وغير كده ان هي الشركه عندها ثبت اعمال محترمه جدا في ازار 1، ان هي سلمت كل الكلاينت قبل ميعادهم بسنه بالظبط، ودي حاجه كويسه جدا. لو نتكلم على الخدمات، المشروع فيه منطقه كوميرشال اريا بره، فيها مطاعم وكافيهات وفي ستريم مول صغير، بحيث ان احنا لو حابين نعمل شوبينج، حابين نروح النادي، حابين نقعد في كلاب هاوس، ده هيبقى موجود جنبنا. تمام، غير برضه المشروع ده عدد الوحدات فيه مش كتيره. احنا هنا بنتكلم في ستارت تاون هاوس كورنر من اول 9,400,000، والبيمنت بلان مميزه جدا، لان هم عندهم كذا بيمنت بلان، عندهم من اول 8 سنين وعندهم 9 سنين وعندهم 10 سنين. انا شايف الكويسه جدا اللي ما فيهاش دفعات كتيره هي ال 8 سنين. بندفع مقدم 5% وبعد 3 شهور 5%، وعندي الاستلام بندفع 10% والباقي بيتقسط على 8 سنين بدون دفعات. النهارده المشروع فيز 1 هتتسلم بعد 3 سنين، والمرحلة الثانية هتتسلم بعد 4 سنين. لو انتوا حابين تعرفوا تفاصيل اكتر عن المكان بالظبط وتشوفوا بروشور، كلموني وهبعت لكم كل حاجة على الواتساب. ولو انتوا حابين نعمل سايت فيزيت للمشروع، المشروع ازار 1، شوفوا ثبت اعمال الشركة، وبرضه نروح نشوف مكان ازار 2، كلموني.